الحمد لله، كيف الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرف وبعد. فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع درس جديد من دروس اللغة العربية، ألا وهو درس العدد. في هذا الدرس لابد أن نتعرف على بعض الأمور. الأمر الأول، العدد من حيث التذكير والتأنيث. هل كل الأعداد توافق معدودها أم تخالفه؟ تمييز العدد، هل تمييز العدد ده بيكون مفرد منصوب ولا مفرد مجرور ولا جمع مجرور كما سنعرف؟ كيف نعرب العدد؟ هل العدد معرب ولا مبني؟ قراءة العدد، هل عندما نأتي لنقرأ العدد هل نقرأه من اليمين أم من اليسار أم يجوز الإيه؟ الوجهان. أول حاجة هنتكلم عن العدد من حيث التذكير والتأنيث. احنا عندنا العدد من 1 لـ2 سواء كان مفردا يعني 1 و2 بس، أو مركبا اللي هو إيه، مركب مع 10، 11 و12، أو معطوفا اللي هو 21 و22 و31 و32 لغاية 91 و92، ده العدد الإيه المعطوف. وكذلك العدد من 3 إلى 9، وكذلك العشرة سواء كانت مفردة أو مركبة، وكذلك العدد 100 و1000 ومضاعفاتهما يعني 200 و300 و400 وهكذا، و1000 و2000 و3000 و4000، وألفاظ العقود من 20 إلى 90. طيب أول حاجة العدد 1 و2. العدد 1 و2 حضرتك لابد أن تعلم أن 1 و2 دائما يوافقان المعدود سواء كان مفردين أو مركبين أو معطوفا عليهما. يعني أقول إيه، حضر رجل واحد وامرأة واحدة. أنا قلت رجل واحد، رجل مذكر وواحد مذكر، يبقى هنا العدد ذكر مع المعدود، تمام. هو هنا حضرات هتلاحظوا إن العدد 1 و2 إذا كان مفردين لا تمييز لهما، لا تمييز لهما، لأنه في هذه الحالة سيعرب نعة، يعني كلمة واحد من عربها إيه؟ نعة للرجل، والنعت يتبع المنعوت في التعريف والتنكير والتذكير والتأنيث، تمام؟ فإحنا بنقول للتسهيل والتيسير إن 1 و2 إذا كان مفردين زي حضر رجل واحد وامرأة واحد ولا واحدة؟ واحدة، يوافقان المعدود في التذكير والتأنيث. وإذا كان مركبين حضر 11 رجلا، هتلاحظوا إن رجل جات إيه؟ مذكرة، لأن أحد مذكرة، يبقى هنا كلمة العدد أحد لأنه مركب مع 10 وافق المعدود وهو رجل في التذكير. وإحدى عشرة امرأة، يبقى كلمة إحدى جاءت مؤنثة لأن المعدود إيه؟ مؤنث. طيب إذا كان أيضا معطوفا يوافق المعدود في التذكير والتأنيث، حضر 21 رجلا. قلت واحد ليه؟ مذكر، لأن المعدود مذكر. وإحدى 20 امرأة، قلت إحدى ليه حضرات؟ لأن المعدود مؤنث. وإحنا قلنا العدد 1 و2 سواء كان مفرد أو مركب أو معطوف يوافق المعدود في التذكير والتأنيث، يعني يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث. حضر رجل واحد ذكر مع المذكر، وامرأة واحدة أنث مع المؤنث. حضر 11 رجلا ذكر مع المذكر لأنه مركب مع 10. وإحدى عشرة امرأة أنثى مع المؤنث. حضر 21 طالبا ذكر مع المذكر لأنه معطوف. وحضرت 21 امرأة أنثى مع المؤنث لأنه أيضا إيه؟ جاء معطوف. يبقى إذن العدد 1 و2 سواء كان مفردين أو مركبين مع 10 أو معطوف عليهما يوافقان المعدود في التذكير والتأنيث، يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث. طيب هنيجي بعد كده العدد من 3 لـ9.
يخالف يا حضرات، يخالف العدد المعدود في التذكير والتأنيس، يعني يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر، العدد من 3 ل 9. أنا أقول جاء 3 طلاب، 3 بالتأنيس مؤنث، لماذا؟ لأن المعدود مذكر. لأن لاحظوا أننا في المعدود يا حضرات أنظر إلى المفرد وليس إلى الجمع. يعني هنا طلاب مفردها إيه؟ طالب. طب طالب دي مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. يبقى إذن العدد يكون مخالفا له في التأنيس والتذكير. ليه؟ لأن العدد هنا 3، إحنا قلنا العدد من 3 ل 9 يخالف المعدود في التذكير والتأنيث، يعني يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر، هنا إيه؟ العدد أنس مع المذكر. أنس مع المذكر. طيب، جاء 3 طالبات. هنا العدد إيه حضرات؟ ذكر مع المؤنث. طالبات مفردها ايه؟ طالبة. يبقى اذن العدد من 3 إلى 9 يخالف المعدود في التذكير والتأنيث، يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر. طيب، العشرة المفردة، العشرة لها حالتان، اما ان تكون مفردة واما ان تكون مركبة. العشرة المفردة احبابنا الكرام تخالف المعدود في التذكير والتأنيث، زي مثلا جاء 10 طلاب وجاء 10 طالبات. ليه انا قلت 10 هنا؟ لان المعدود مذكر طالب، فانا انست هنا العدد، لابد ان يخالف. هنا انث مع المذكر. طب وهنا ليه اتيت ب 10 مذكره؟ لان المعدود مؤنث، فلذلك ايه؟ ذكر مع المؤنث. يبقى العدد 10 اذا كانت مفرده. يعني ايه مفرده؟ يعني ليست مركبه مع شيء. العشرة المركبه يا حضرات هي اللي تكون مع ايه؟ مع 11 إلى 19، دي العشرة المركبه. يبقى احنا عندنا 10 مفرده و10 مركبه. المركبه هي اللي بتكون مع 11 إلى 19، 11 12 13 14 15 16 17 18 19. طب احنا قلنا العشرة المفردة بتخالف. يعني ايه تخالف؟ يعني تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر. طب العشرة المركبة؟ لا، توافق المعدود. اقول جاء 11 رجلا، قلت 10 ما قلتش 10 لأن المعدود هنا مذكر. يبقى العشرة المركبة يا حضرات بتوافق المعدود في التذكير والتأنيث. طب لو قلت جاءت 11 امرأة، أنست كلمة 10 ليه؟ لأن المعدود هنا إيه؟ مؤنث. يبقى العشرة لها حالتان، مفردة ومركبة. المفردة بتخالف، يعني تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر. طيب المركبة بتوافق، تذكر مع المذكر وتؤنث مع المذكر. الأعداد بقى 100 ومضاعفته، يعني 100 و200 و300 إلى 1000 و2000 و3000 و4000 وألفاظ العقود اللي هي من 20 لـ90، يعني 20 30 40 50 60 70 80 90، دي بنسميها ألفاظ العقود. هذه الألفاظ اللي هي 100 و1000 ومضاعفاتهما وألفاظ العقود، الثلاثة هذه الثلاثة تقال بلفظ واحد للمذكر والمؤنث. يعني إيه؟ جاء 100 طالب وجاء 100 طالبة، مفيش تغيير، يبقى هي لفظ واحد للمذكر والمؤنث. جاء 1000 طالب وجاءت 1000 طالبة، تمام، وجاء 1000 طالب وثلاثة
آلاف يعني نقول المئة ومضاعفتهم يعني مئة ومئتين وألف وألفين وألفاظ العقود، كل هذه الثلاثة تقال بلفظ واحد للمذكر والمؤنث. أقول جاء مئة طالب ومئة طالبة بلفظ واحد، مفيش تغيير من ناحية التذكير والتأنيث. تمام؟ جاء ألف طالب وألف طالبة. جاء عشرون طالبا وعشرون طالبة. جاء تسعون طالبا وتسعون طالبة. يبقى إذن مئة وألف ومضاعفاتهما وألفاظ العقود، هذه الأعداد تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث على السواء بدون أي تغيير. طيب نأتي بعد ذلك، عايزين نعرف تمييز العدد. عايزين نعرف يا حضرات أن التمييز هو الاسم المعدود. أما نيجي نقول لك تمييز العدد إيه، يبقى أنت حضرتك تبقى عارف أن التمييز هو الاسم المعدود. يعني مثلا جاء ثلاثة طلاب. طلاب ده هو الاسم المعدود وهو التمييز في نفس الوقت، بنقول عليه تمييز. طيب التمييز يا حضرات بيكون ايه؟ هل جمع ولا مفرد ولا ايه بالظبط؟ اول حاجة احنا قلنا واحد واثنين ما لهمش تمييز. واحد واثنين المفردان، يعني ما اقول جاء طالب واحد وجاءت طالبة واحدة، دول ما لهمش ايه؟ تمييز. لان العدد نفسه بيعرب نعتا، يعرب نعتا لما قبله. تمام؟ طيب العدد من ثلاثة لعشرة يا احبابنا الكرام، التمييز بتاعه بيكون ايه؟ جمع مجرور. اهو جاء ثلاثة طلاب، طلاب دي ايه؟ جمع. طيب بيكون منصوب ولا مجرور؟ لا مجرور، ثلاثة طلاب. يبقى تمييز العدد من ثلاثة إلى تسعة أو من ثلاثة إلى عشرة اللي هي المفردة، تمام، يكون جمعا مجرورا. جاء ثلاثة طلاب وأربعة طلاب وخمسة طلاب وعشرة طلاب. طيب التمييز من 11 ل 99 بيكون مفرد منصوب. جاء 11 رجلا، جاء 21 رجلا، 23 رجلا، 90 رجلا، 20 رجلا إلى 99. يعني من 11 ل 99 التمييز يكون مفردا منصوبا. طيب 100 و1000 يا حضرات، التمييز يعني الاسم المعدود بيكون مفرد مجرور. جاء 100 طالب، جاء 1000 طالب. يبقى طالب هنا ايه؟ مفرد مجرور. طيب أنا أريد أن أعرب العدد، كيف أعرب العدد؟ العدد أحبابنا الكرام إما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا. العدد المبني اللي هو من 11 إلى 19 باستثناء إثنى واثنتا، دول بيعربوا يعربان إعراب المثنى. يعني مثلا 11 ده مبني على فتح الجزئين، أقول جاء 11. 11 ده إيه؟ اسم مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل. رأيت 11 اسم مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول. نظرت إلى 11 رجلا اسم مبني على فتح الجزئين في محل جر. يبقى العدد المبني هو العدد المركب فقط من 11 إلى 19 باستثناء 12 واثنتي عشرة، دول بيعربوا إعراب الإيه؟ المثنى، يرفعان بالألف. جاء 12 رجلا، رأيت 12 رجلا، مررت ب 12 رجلا. تمام؟ يبقى العدد المبني عندنا هو العدد المركب فقط، العدد المركب فقط، يكون مبنيا على فتح الجزئين في محل رفع فاعل أو نصب مفعول أو في محل جر حسب ما يكون في السياق. بقية الأعداد تعرف حسب موقعها في الجملة حضرات. أقول جاء
ثلاثة طلاب ورأيت 20 طالبا ومررت 90 طالبا. جاء ثلاثة، ثلاثة هنا ايه؟ فاعل لجاء مرفوع علامة رفع الضم. رأيت 20، 20 مفعول به منصوب الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، تمام. مررت بتسعين، 90 اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه أيضا ملحق بجمع المذكر السالم. كيف أعرب العدد؟ كل الأعداد تعرب حسب موقعها في الجملة، سواء كانت فاعل أو مفعولا به أو مجرورة، ما عدا العدد المركب فقط من 11 إلى 19، ده بيبنى على فتح الجزئين ويكون في محل رفع أو نصب أو جر. طيب، يتبقى لنا قراءة العدد. أحبابنا الكرام، قبل قراءة العدد، الشين يا حضرات، الشين، الشين بتاع كلمة عشرة، هل هي مفتوحة أم ساكنة؟ طيب احفظ هذا ولا تنسى، الذي يناسب النساء السكون وليس الحركة. أقول جاء عشر نساء. طب الرجال إيه اللي بيناسبهم؟ الحركة. أقول جاء عشرة رجال. يبقى الشين، شين كلمة عشرة، تكون ساكنة مع النساء وتكون محركة مع الرجال، تمام؟ طيب آخر حاجة بقى، كيف نقرأ العدد؟ كيف نقرأ العدد؟ العدد أحبابنا الكرام، يعني مثلا عندي 1065، هذا العدد يجوز أن أقرأه من اليمين إلى اليسار ويجوز أن أقرأه من اليسار إلى اليمين، والتمييز يكون تابعا لآخر عدد. يعني مثلا أقول من اليمين إلى، أقول 65,000 طالب، هذا إذا قرأته من اليمين. طيب أريد أن أقرأه من اليسار، أقول 1065 طالبا. هذا التمييز، الاسم المعدود ده، يكون تابعا لآخر عدد. آخر عدد هنا 60، وإحنا قلنا إن التمييز من 11 ل 99 بيكون مفرد منصوب، لكن هنا آخر عدد 1000، إحنا قلنا تمييز 100 و1000 بيكون مفرد مجرور، يبقى و1000 طالب. يبقى إذن في قراءة العدد يجوز أن أقرأه من اليمين إلى الشمال، ويجوز أن أقرأه من الشمال إلى اليمين، ويكون التمييز تابعا لآخر عدد. طيب ملخص العدد أحبابنا الكرام، العدد 1 و2 يوافقان المعدود في التذكير والتأنيث. جاء رجل واحد وامرأة واحدة، سواء أكان مفردا أو مركبا، مثل جاء 11 رجلا وإحدى عشرة امرأة، أو معطوفا جاء 21 طالبا وجاءت 21 طالبة. طيب العدد من 3 إلى 9 يخالف المعدود في التذكير والتأنيث، بمعنى يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر. جاء 3 طلاب وجاء 3 طالبات. طيب العشرة لها حالتان، إما أن تكون مفردة وإما أن تكون مركبة. المفردة أحبابنا الكرام تخالف، يعني تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر. جاء عشرة طلاب وجاء 10 طالبات. طب المركبة اللي هي بتكون مع 11 إلى 19 توافق المعدود. أقول جاء 11 رجلا، جاء 13 طالبا، جاء 14 طالبا، جاء 14 امرأة. يعني العشرة المركبة توافق المعدود في التذكير وفي التأنيث. طيب 100 و1000 ومضاعفاتهما، يعني 200 و2000، وألفاظ العقود من 20 إلى 90
هذه الثلاثة بلفظ واحد للمذكر والمؤنث أقول جاء 20 طالبا وعشرون طالبة، وجاء 100 طالب ومائة طالبة، وجاء 1000 طالب وألف طالبة، وهكذا. طيب بالنسبة للتمييز بقى، احنا قلنا التمييز هو الاسم المعدود، لابد أن تنتبه إلى ذلك. التمييز هو الاسم المعدود، 1 و2 المفردان لا تمييز لهم لأنه في هذه الحالة يعرب نعتا لما قبله ويوافق. طيب من 3 إلى 10 تمييزه بيكون إيه، أو المعدود بتاعه بيكون إيه؟ جمع مجرور، جاء 3 طلاب، 4 طلاب، 5 طلاب، جمع مجرور. طيب من 11 ل 99 تمييزه أو المعدود بتاعه بيكون إيه؟ مفرد منصوب، جاء 11 طالبا، جاء 23 طالبا، جاء 40 طالبا، وهكذا. طيب العدد 100 و1000 تمييزه بيكون مفرد مجرور. طيب حركة الشين كما قلنا تكون ساكنة مع النساء وتكون متحركة مع الرجال. طيب إعراب العدد، قلنا كل الأعداد تعرب حسب موقعها في الجملة، سواء كانت فاعلة أو مفعولا بها أو مجرورة، ما عدا العدد المركب اللي هو من 11 إلى 19، هذا يبنى على فتح الجزئين ويكون في محل رفع أو نصب أو جر، باستثناء 2 و2، 12 و12، فهذان يعربان إعراب المثنى، يرفعان بالألف وينصبان ويجران بالياء. قراءة العدد وهي آخر شيء حبابنا الكرام، قلنا يجوز أن تقرأ العدد من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين، ويكون التمييز تابعا لآخر عدد. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا اليوم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.